شكرا سيدي الرئيس. يشرفني أن أقف أمام مندوبي الاتحاد العام نيابة عن دولة إسرائيل، واسمحوا لي بداية أن أشكر الدولة المستضيفة لهذا المؤتمر مع التحية لقيادة وحكومة وشعب الإمارات العربية المتحدة على كرم ضيافتهم، كما نشكر الاتحاد الدولي للاتصالات تحت القيادة البارزة والرؤية الثاقبة للأمين العام جاو لدوره الهام في تعزيز التعاون الدولي. السيدات والسادة المحترمون، تستمر التطورات الجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تغيير عالمنا وطريقة عيشنا، تشمل تحديات اليوم ضمان توافر الإنترنت وإمكانية وصوله للجميع، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجالات التعليم والزراعة والصحة والتجارة والأعمال والحلول للمدن الذكية. انطلاقاً من دورها كدولة رائدة في مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قدمت إسرائيل عام 2012 وفي مبادرة هي الأولى من نوعها مقترحاً للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان ريادة الأعمال من أجل التنمية. يشجع هذا المقترح ريادة الأعمال والابتكار في البلدان النامية بحيث يشكلان بمثابة محرك للنمو من خلال خلق فرص العمل وتمكين الأفراد، لا سيما النساء والشباب. يشكل هذا المقترح جزءاً من مساهمة إسرائيل في الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية كخطوة رئيسية نحو تأسيس مجتمع معلومات شامل على مستوى العالم. تعتبر إسرائيل دولة ذات خبرة مميزة في التقنيات، وتتمتع بسوق تكنولوجيا معلومات واتصالات متطور ونظام تحكم إلكتروني متقدم، كما تتميز باقتصاد سوق ديناميكي. وعلى ضوء هذا ستواصل إسرائيل مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل نجاحها في بناء مجتمع معلومات نابض بالحياة واقتصاد يتميز بالتقنيات العالية من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب في البلدان النامية. يخلق مجتمع المعلومات بالإضافة إلى الفرص العديد من التحديات الجديدة، وعليه يرتكز نظام عملنا في مستوى الدولة على التعاون المتبادل بين جميع الجهات المعنية مع المشاركة والاشتراك في هذا المضمار مع الدول العديدة، حيث هدفنا هو تطوير رأس المال البشري والحلول المتقدمة. تهدف منظوماتنا التقنية إلى إزالة العوائق الأخيرة من أسواقنا الثابتة واللاسلكية من أجل تشجيع الاستثمارات في التقنيات المتقدمة وتعزيز سوق تنافسي الذي يتيح للمستهلكين التمتع بفوائده وميزاته. سيدي الرئيس، أطفالنا هو مستقبل العالم، وبالتالي يعتبر إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أداة هامة للنهوض بهم. يعتبر المجتمع المدني في إسرائيل من بين الجهات الأساسية والرائدة في تحقيق تقدم الأطفال من خلال تنمية القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،
ومن هذا المنطلق على الدول العمل لتوفير فرص التعليم للعلوم الدقيقة بمعاهد علمية عالية أكاديمياً وعلمياً، وأن توجه الدول في تطور الطاقات الاقتصادية ورفع مكانة الإنسان عن طريق تعليمه، تطوير التقنيات واستخدامها لرفاهية وتعزيز كرامته، هو الأمر المطلوب عالمياً وإقليمياً. أجل أيها السيدات والسيادة، أجل أيها السيدات والسيادة، السلام والأمن للمواطن في كل دولة ودولة مع التقدم الاقتصادي والعلمي هو الضمان لمستقبل أجيالنا القادمة، والسعي من أجل السلام هو مثابة أولوية رئيسية لإسرائيل، ويتم ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العلمي مع العديد من الدول، وهذا يعود بالفائدة على الإنسان أينما كان. وفيما يتعلق بعلاقتنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع الاتصالات، نحن نعتبر بأن الآلية الثنائية الواردة في الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المؤقتة هي أنسب الطرق وأكثرها فعالية لحل جميع القضايا بين الطرفين. وفي هذا الصدد يسرني أن أشير بأننا على اتصال مع نظرائنا الفلسطينيين من أجل التعاون البناء لإدخال التقنيات المتقدمة، وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة. وإننا نعتبر التعاون بيننا وبين الفلسطينيين جزء من بناء جسر السلام والتقدم الاقتصادي لشعوبنا. أخيراً، بفخر واعتزاز أشترك وهذه النخبة العالمية المميزة في هذا البلد الطيب والأصيل والعامر والمتطور، وأتمنى لنا جميعاً مناقشات مثمرة حول أهم القضايا العالقة والأساسية لنجاح مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد العام لـ 2018، والذي سيسهم بلا شك في رسم ملامح مستقبل مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والسلام عليكم، مع الاحترام والتقدير لكم جميعاً، ونعود ونلتقي معاً من أجل تقدم وعمران عالمنا. بالسلام 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 وأمن للجميع. شكراً سيد الرئيس.